راح نحكي عن حل مشكلة في بايكات تايم ماشين، تايم ماشين تراثلون وتايم ماشين رود 01، موديلات موديل 2014 ل 17. والمشكلة هي انه البريك الخلفي عادة بيكون صعب معايرته، بيكون البريك بادز تلمس الرم ومع الضغط على البيدلز ممكن انه تبطئ حركة البايك بسبب التصميم الايروديناميك تبع البايك. فالبايك يعني كثير معمول سليم، فالبريك بادز ممكن تلمس الفريم. هلا انا لقيت حل مبدئي لحتى الان مبين انه حل كويس، وهو انه في عنا بيكون هون برغي بهاي المنطقة اللي هو هذا البرغي، اوكي، على الناحيتين، برغي تاني على الناحية التانية في هاي المنطقة. وانا شلت هذا البرغي باستعمال المالتي تول كيت، اوكي، وباستخدام نفس المالتي تول نفس السايز نقدر انه نرخي البرغي اللي ماسك سلك البريك ونعمل له لوس شوي، ونوسع المسافة للبريك بادز للماكسيموم. وزي ما بنشوف هلا في عنا مسافة كليرنس ممتازة من الناحيتين ما بين العجل والبريك بادز، رغم انه هاي بريك بادز جديدة ولسه مش مستعملة فبكامل سماكتها. فهاي المشكلة ان شاء الله تكون هلا انحلت. طبعا ما حتتوسع اكثر من هيك لانه السلك البريك هو اللي ماسكها. هاي القطعة او هاي البرغي وظيفتها انه هالبريك ارم ما تطلع للخارج اكثر من هيك، بس بوجود السلك البريك اللي ماسك هالارم المفروض انها ما تعمل ازاحة اكثر من هيك، وممكن نعايرها بشكل افضل. شكرا.